وقع مجلس الدولة المصري وهيئة التشريع والإفتاء القانوني على مذكرة تعاون قضائي وقانوني تعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة، وذلك بمبادرة من مملكة البحرين بمقر الهيئة في إطار رغبة البلدين الشقيقين في توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بينهما. الزميلة إيمان شرف والتفاصيل. من أجل توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني جاء توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الدولة المصري وهيئة التشريع والإفتاء القانوني لتميط اللثام عما يحمله من رغبة البلدين الشقيقين في تبادل الخبرات والمشاركة الفعالة من الجانبين للارتقاء بالعمل القضائي والقانوني على الصعيدين الأكاديمي التدريبي والمهني التطبيقي. التعاون بين هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مملكة البحرين ومجلس الدولة المصري ممتدة عبر التاريخ، ليست وليدة اللحظة، وإن كنا أطرناها في إطار قانوني أو في شكل معين وهو المذكرة التفاعل اللي وقعناها اليوم مع مجلس الدولة المصري، إلا أن الاستفادة من الإخوان وخبراتهم منذ في الماضي كانت موجودة وستستمر إن شاء الله في المستقبل. هناك من ضمن المذكرة التفاهم بنود الاستفادة بالبرامج التدريبية التي تطرح في مجلس الدولة لتدريب القضاة والمستشارين في مصر. إن شاء الله سنكون احنا جزء من هذه المنظومة في التدريب، سنستفيد من هذه الخبرات، وأيضا هناك زيارات متبادلة بين البحرين وبين جمهورية مصر العربية في موضوع تبادل الخبرات، تبادل المستشارين، تبادل ما يطرح من جديد في هذا المجال. قرب في العمل القانوني، كل ما يلتقي به يزداد الحب، وده بيؤدي إلى القوة. قوة ازاي يعني بقى؟ اتحاد العالم العربي، العالم العربي ده لو اتحد قانونيا، لو اتحد قانونيا ده مآله الى وحده العالم العربي بصرف النظر عن النظام السياسي لاي دوله. يعني مجرد ان احنا نفهم قوانيننا تبقى واحده ده اول خطوه لان العالم العربي كله يبقى متحد. مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين تسعى إلى نشر الفكر القانوني المقارن وإنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية وتطبيقية تهدف إلى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التي تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الجانبين. طبعا في تعاون مماثل مع جميع دول الخليج واحنا حريصين عليه، انما البحرين ليها مكانه خاصه، ودايما بنبدا اي مبادره مع دوله البحرين وبعدين بننطلق بعد كده لبقيه دول مجلس التعاون الخليجي. لما التعاون في المجال ده بين مصر وبين دول الخليج عموما هو مجال مهم جدا، واعتدنا ان نكون متواصلين فيه مع دول الخليج، فدي بدايه لتعاونات مختلفه في مجالات القانون ومجالات التعرف على ان احنا نحاول نطبق نظم متشابهة بيننا وبين بعض بحيث أن يسهل التعامل للمواطنين بين كل دولة والتانية. مجلس الدولة المصري أنشئ 46 يعني 70 عاما، فله خبرات كثيرة في الإفتاء وفي التشريع وفي القضاء، فعندما ينقل هذه الخبرات إلى الزملاء القضاء أو القانونيين في بلد شقيق فده بيعود بالنفع على المجتمع العربي جميعه وبيقرب الفكر، لأنه إذا اتحد الفكر القانوني فأصبح كل شيء ميسر بعد هذا. دي أهمية المبادرة ونتمنى أن تفعل سريعا بأن نسعد بزملاء عندنا في القاهرة يتلقوا التدريب ونكتسب منهم خبراتهم، لأن الخبرات بتكتسب من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير وليس من الكبير فقط. إن إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية على المدى الطويل أمر يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل في الاتجاهات القضائية والتشريعية. إن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتؤكد على أهمية توطيد أواصر التعاون في المجال القضائي والقانوني من خلال تبادل الخبرات والإثراء الفكري. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.